هنستأذنكم هنسمع مقطع من كلمة الرئيس ونرجع نكمل الكلام. التداعيات اللي أفرزتها الجائحة حتى الآن، احنا بنتكلم على توقف قطاعات كاملة خلال السنتين اللي فاتوا في كتير من الدول. في دول عملت إغلاق كامل لكل المناحي الحياة اللي عندها، في قطاعات توقفت تماما زي قطاع النقل والطيران والسياحة يمكن، وقطاعات أخرى تضررت بشكل أو بآخر. كنا متصورين إن حجم الضرر هيبقى عدة آلاف، أنا بتكلم على الخسائر سواء كان بالإصابات أو من خلال من يعني فقدناهم في العالم كله، قلنا هيبقى عدة آلاف، فوجئنا إن هم الإصابات بتتجاوز الملايين ثم عشرات الملايين ثم مئات الملايين. نفس الكلام بشكل أو بآخر كان بالنسبة لي من يعني فقدناهم في الجائحة، برضو بنتكلم على عدة ملايين. طيب في مصر احنا الموقف كان عامل ازاي؟ عشان نتكلم على الظروف اللي مرت بمصر ومجابهتها لهذا الأمر، لازم اتكلم عن موضوعين مهمين قوي، موضوع خاص بقطاع الصحة وموضوع خاص بالاقتصاد. هتكلم الأول على الموضوع الخاص بقطاع الصحة. من 2017 و18 و19 كانت الدولة المصرية بتطلق مبادرات، المبادرات دي كان الهدف منها ان هي تدخل في ملفات الصحة العامة في مصر، وكان على رأسهم الفيروسي. ولما عملنا البرنامج ده وتحركنا فيه كنا برضو متحركين عشان نشوف كمان نعمل مسح كامل للأمراض غير السرية المتمثلة في الأمراض السكر والضغط والسمنة. الكلام ده اللي احنا عملناه مبكرا وخلانا بفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا ان احنا بعد ما كنا من الدول الأكثر إصابة بفيروس الفيروس سي، بقينا بنقدر نتكلم عن نفسنا دلوقتي وبشهادة منظمة الصحة العالمية ان احنا من الدول الأقل إصابة بهذا الفيروس.